ازيك اخويا؟ مثلا الحمد لله. وانت والله وراضي عليها كما يقولوا وكاونه، ما نقولوش اللي كانت باهيه برشا، ما نقولوش اللي كانت خايبه برشا، زيد الحمد لله. بديت محليه، بديت خايبه، بعدت احلى معنية وبالكوف لها زينة، وعملنا إفكتيف به ولعبنا كورة، عملنا روتور زيدا يمكن ما صارش قبل، يمكن في الكليوب معنا من مرتبة 12 وصلنا الثانيين وكل، فمش خسارة بريسك روتور كامل. كهون بعد حبينا نبنيو على العام هذيك، ما الله غالب برشا حاجات جيت كونترنا معنا، فهمت؟ جيت هاي أخرى وجيت برشا حاجات ممشيتش معه. أخوة فينال يمكن لعبتو، وأمنيتي نرجع نلعب مات شاخر في الكليب الفينال آخر، معناها ما حشتي بشي، يمكن ما خممتش باش نرجع اليوم ولا حاجة، أما وأمنيتي يعني قلت لك نعاود نلعب فينال آخر في الكليب وكاو، خاطر محلاها كي تهز تيتر في الكليب. وأحسن مدرب بالنسبة لي مدربتش عنده يعني فتحي فوزي البنزرت، حسيت فيه برشا حاجات معناها اللي نحبهم وكاو، فهمت؟ يعطي الكرة حقها ويعطي الجوار حقه وكاو. أحسن مصير تعاملت مع معرفش برشا يمكن ما يعجبهمش كلامي، أما بالنسبة لي أنا يوسف العلم كي جا لقاني في وضع خايب وكل، وحكينا برشا مع بعضنا ووقفوا معايا وبديت نلعب معناها في البريود هذيك، فهمت؟ مع التسييرية وقتها تحلت لي الابواب معناها في الكليب وقعدت كاور. اسي بالنسبة لي انا معرفش فمش رئيس بيعي ورئيس خايب، فما هيئة كاملة، فهمت؟ الرئيس مش وحده يحكم كاو، فما رؤسي حتى تعطي فيهم معناها الامل، وفي الاخر ما فهم شيء، فهمت؟ كلهم في الاخر ما كشفت توصل معهم الحل به، فهمي ايش ولا كيف ولا شفهم كلهم ماني كيما قلت لك معناها ما فهميش في الاخر، ما ديما نبداو العام محلي وناس كل عرفت وعود بعد في الاخر توفى ما فهم شيء. وضعي صعيبة صحيح وكل، ما كيفاش نقول لك مش كل كليوب اليوم تعاني، معناها برشا جمعيات في تونس تعاني، يا اما ديما هكا الناس تحكي على الكليوب خاطر تحب ولا تكره، معناها الكليوب اللي يحكي عليها فما نسبة مشاهدة فما برشا حاجات، فهمت؟ اوكي ديما الكليوب هي فوق الناس الكل قاعدة يحكيوا عليها، فهمت؟ وصعب ماتش مولداي أول مرة باش نلعب في رادز، ضبطنا نلقى 40,000 أول ماتش ونلعب أبو سونتر وأنا عمري ما لعبتها عند سيميوني وقتها كا، وهبطت في ريسفا دكيكة ما نجمش نف نقسم بالله، ولا العذيب حسيت معناها بالرزن عمري ما ريته في حياتي، برضو ما نخافش ودمي بارد وكل، أما الماتش هذيك بريسيون مش نورمال ومحلية كيف يشوف فيها زاد. كنت مضروب وقت تضربت هي للسوداني وقتها في بالي باش نرتاح يا اخي، مشيت للسودان وحبيت نلعب وزرقت وكل، وهذيك كانت المنعرج معني وقتها تضربت وارتحت 3 أشهر معني ما كنتش معاهم في المباراة هذيك، والله عشتها كيما اي واحد معني يتفرج كجوار كسبورتور ككل شيء، فما حد صدق الحكاية وكاو، بالنسبة لي انا مشيت على روحها ما يشوف اول ايكيب ولا بقى شفت معني قبل من برسا وكليت 8 بريزيل كليت 7 معني مايش حاجة معني، فهمت؟ في الكورة تاو كل شيء معني كل شيء يصير، فهمت؟ اليوم ماكش في نهارك راك باش تاكل باش تخسر معني. حكينيش في برشا، كان عندنا نهارين براتيكمو ولعبوا ماتش حملهم في بعض، كانت فما التونسيون طالعة شوية، صار اللي صار معناها في الماتش هذاك، وكانت رياكسيون خايبة من الجمهور،
عندهم الحق وكل مكها وماني خسارة دي كان يمكن كشفت برشا حاجات في الكليوب فهم في كان مخبي الكل مكها وكيما العيوب ماني خاطر فما ساعات فما ماتشويت فما تيتر ولا زوز كيما الدكوب اللي هزتهم الكليوب على بعضهم خبوا برشا حاجات فهمت تخبي وما ما خرجوش العيوب فهمت إذا ليه عمره ما كانت فنية فهمت ديما البريسيون تمشي على الجوار واللي هو اللي طول المسؤول سهلة الحكاية خرجت من الكليوب في جرة زوز عبيت شكون مش باش نقولهم كي نبطل الكورة نقولهم مش فاد ما وقفوش معايا وكها وحسوني معاش فما معاش نتفاهم معاهم ولا حكومة وقت قاعدين يحكوا معنا شوية فهمت إذا ممكن قررت إني باش نخرج وكها وبرتو الكونتراتوية مصح وما رجعتوش أنا مصحح معنا لا مش ملاعب في الإدارة في الكل لعبية ما عندهم حتى دخل مش في الهيئة التسييرية في الإدارة فهمت واحد من الإدارة واحد لا علينا فيه ربي ربي سامحوها وكا أنا أني مشيت على روحي وكا وبطبيعتي راني الحمد لله نقعد نجم ندخل الاستاد نتفرج في الكليوب وهالتوا الناس تعرضني وتسلم علي وكل فهمت أما أنتي راك ماشي ماشي باش تدخل الكليوب لين تموت فهمت عبد السلام أنا كروج أنا أبريتو بوش خايب حب يعطي أما ما مشيتش معاه أما اللي خدموا معاه مش بيه ممشي مخلصنيش في فلوسي وكل ما وخيط عادي في وفي دو مش نشعر بالكفالة ديما هذيك فين ما تمشيش الكورة يقول لك نقيس أميات وجوارات إيه نشوف الكتابة عطابة تعرف لما هي الجوارات والمشكلة اليوم الجوارات تنجمش تحكي خاطر كان جوار يخرج يحكي مش يتضر هو في الحكاية دونك ديما تمشي جواريت وديما تمشي كبار وكبار وكبار نجمش تحكي على ويسيم تقول كبير تشوفه بالروند ما هذاك فهمت نجمش تقول زوير قديش مواتش رجع وجيب وصابر وكتشوف معناها عام بريتك ماما كورش وكتشوف كيفاش رجع فهمت مش بالسهل فهمت وتحبوا ولا تكره هما الكبارات معناها في الكليوب هما توا اللي نجموا بالاكسبيريونس فهمت تقول لي لا صغار ولا حتى شيء برشا أصحابي يا مال الأكثر واحد ويسام ويسام 3 سنين ونص أنا وياه في الشومب معناها امبوسيبل حتى لتو بالتليفون كان مش كل نهار نهارين راه وكل جمعة نحكي فهمت ويسام كنا عاملين برشا جو بون كونتينا عامل فيه برشا وكها كنت مهبال نرجعو برشا شو نقوم في الليل مشي مشي التواليت ولا حاجة يرجع يقاني متخبي في بلاصة مش هو فهمت ويحلف مع شي بيت بحديه ويعاودي بيت سينو عنا الكينين تاعنا حمزة دي اسمي تاو في السعودية كنا ديما نكلموه ونتخبي ولو في البيت ونبجعه فهمت وين يجي عملني له برشة تاريخ بليه ولا نعرش مش بصفير اما ركبت له برشة حاجات اخرية كلنا كنا نعملوا جو اما يمكن كنت انا عامل هكا شويه فلوس فهمت بتفدليك وباللعب ديما فدلك ونلعب مع الناس الكل فهمت كنا اللي يحب مثلا بلغتنا يشد واحد بتفدليك يجي بحدي نشدو هذاك شنو بعد خروجي فما وسام كما قلت وسام براتيكمون ديما نحكيو فما خليل زادا نحكيو فهمت فما الوليد سيف شرفي زاد سامي خرج لما حالة اما نحكيو نحكيو الوليد حتى كي قابلوا بعضنا حبيبات فهمت والله الفلوس ما هزيتش في الكل صححت بلاش حتى فرانك ما خديتش حتى دينار وخرجت ما خديتش حتى دينار اقسم بالله والتوا معني حب في نادي افريقي او ايدو مش قدمولي ما يسيرش اسمع تحب ولا تكر الكليوب هي طلعتك وهي حطتك في صوره بيه فهمت وسوقتك الناس اللي تعرفك صحيح يسمعوا بيا يمكن في بنجردين سمعوا بيا في بيجا في جيبس كل اما ما تسمع بيك مش شفتكش فين شفتك العميل شفتك في الكليوب
دونك عادي اليوم يعني عندها فضل الكلوب عليك تحب ولا تكره، ومش كاين انا راهو على برشا قبلي فهمت. دونك ما خليتش فلوس ماهيش حاجه تو يجي نهار تتفرد الامور تو يعطيوني فلوسي وكذا، سمحت ما هزيتش اوكي فهمت وسمحت وكذا، وشكيت كيما اي عبد شكي خاطر باش يضمن فلوسه فهمت، خاطر فما مدات معينه كيما تشكيش تمشي عليك فلوسك. زاد كومين واحد 3 سنين ونص ما خديتش حتى عام روندمون في الكلوب فهمت، معناها من نهار اللي صحت ما خديتش حتى فرانك، من نهار اللي خرجت ما خديتش حتى فرانك. انا شكيت خاطر بالكونترا القديم فهمت، حبوا من بعد يعاودوا لي الكونترا ولا كونترا اقوى فهمت، صححته ومن بعد ما رجعتوش في جرة زوز الناس هذوما اللي انا خرجت في جرة كاو. كان شكيت بالكونترا هذاك كانوا يكونوا برشا، ما شكيت بالكونترا العادي اللي صححته اول مرة في يوم 259. مسؤول الناس كل مسؤول الناس كل الناس كل مسؤولة، ما مشيت في الجواريات فهمت، بعد يقول لك افكتيف ومعنيش جواريات ومعنيش، اما الناس كل مسؤولة حطوا حاجة ما مشيتش معهم وكهو. اليوم اللي قاعد يجيب في الجواريات واللي قاعد يخدم في الإدارة وفي الواحد كهو هما اللي راجعوا شمي حساباتهم فهمت، بورتو هما اللي الوحيدين اللي نجحوا مع الكلوب راهو قبل تحب ولا تكره التسيرية، هما أكثر ناس نجم توصل المعلومة، خاطر فما عباد أخرين كانت قبل مين با نتحصلوا عليهم مين با نحكيو معاهم، هما التسيرية حتى يمكن توا ما مشيتش معاهم أما هما باهيين فهمت، مش معناها باش يقولوا توا الناس قاعدين ما فهميش فلوس وما فهميش ما فهم شيء ما فهميش هكا الشفافية في الكلوب عمرك عمرها ما صارت، مش باش نقولوا التسيرية برك فهمت. من يكاوروا نحن في الكلوب تسمع هاو باش تدخل مليار هاو زوز هاو صبوا هاو ما صبوش، ونحن قعدنا فهمت قعدنا عايشين كيكا وكاو. قال كاو دسوا معها اللف ما عندك حتى حل، نجم اليوم انت تنحي المنعم اللي انت دي ما فاشمش ما عندكش الموضوع ديك، شو تنجم تعمل باش تقف ورا الناس هذيا اللي قاعدة تلعب اليوم وتحاول توصل معاها تكمل العام نعرفش انا في بوزيسيون باهية تكمل عام بكوب بلا واعلم معناها شنو ينجم يصير فهمت، خير من اللي تسيب توا مع شقي وكل فهمت، بورتو هاول توا قاعدين يمشي وراهم وكل فهمت. يمكن الباسكيت زاد رجعت لهم شويه القوه نتاع تاع ستاد فهمت، واللي بيجي ومن بعد يمشيوا الباسكيت هذيك خلت لهم لمه شويه وكاو. كاين صححت معهم ما شفتوهش والله يا اخو ساعات من الكليب هو موجود ما ريتوش اقسم بالله، وما عطاني حتى دينا وغرج ما عطاني شيء، فرطوع كلهم اخذوا منه فهمت، كل الوحيد اللي صحته معه اخذت فلوس في الكليب وكاو. ما نعرفش كان عنده امور وبشي صفيها في تونس وبشي رجعها كما كانت مرحبا، خاطر اليوم فما حد ينجم يجي يدفع الفلوس هذيك الكل، والله اعلم مازال عنده فلوس ولا زاد نبدا واضحين فهمت، نجموش نقولوا سليم وسليم وسليم صفي امورك يا جماعه مرحبا، كانك انت باش تخلص لهم راهي الناس ما تقولكش ليه تعبوا هما شو قديش خلصوا هما قديش بعثوا فهمت، قديش صبوا قديش من مره ولا دخلت مريول ولا دخلت مليار في نهار ولا دخلت فهمت، معني فما لوجيك شوي لازم تكون يهز الحمل شويه ويقول انا جاي اليوم باش ندفع فهمت. والله ايش باش نقول لك عارش، يمكن فما عبيد تغذر لك هيك من اللي انا صحيح حب الكلوب وكل بمسي وتحمل وحمل في جمعيتي وهي اللي تربيت فيها وكل، ما اقسم بالله معناها من نهار اللي حبيت الكلوب يمكن ما كنتش صغير نحب الكلوب، اما من نهار اللي حبيتها معناها قعدت بالرسمي نحب الكلوب ونحب نحضر ونحب ديما نتفرج، حتى كي مشيت للاردن مشيت السعوديه ديما نتفرج في الماتشات ونتبع فهمت، دونك ما يقلقنيش اليوم هذيك حياتي خاصة انستغرام فازا ترينا انا معناها مريم الكلوب ما فيها حتى شيء فهمت، كيما ترينيت برشا معناها جونيات اخرين فهمت، اما الكلوب كم يعني فهمت ما نعرفش نشوفها ديما حاجة كبيرة عندي وكاو فهمت. يمكن ما نعرفش انا جيت يعني قلت لك جيت في بريود يمكن ما استنيوش مني باش ننجح ولا حاجه فهمت، يمكن عملت 3 سنين ما همش واو، عملت عام ونص باهين بعد صارت لي ضربه
معناه اللي كنت ما زلناش مبطل كورة، فهمت؟ الحمد لله ورجعت ولبس وخرجت من بعدها وكل، فهمت؟ يمكن هي اللي خلتني يمكن ما نكملش، فهمت؟ وكهو اما ضحيت، والله ضحيت، لعبت بيها مضروب وزرخت وعملت كل شيء، فهمت؟ اما لا فهمت. انت تعرف الريف وهسن الرمال، ما عارش حتى كين مكشخرك تعرف فهمتها كل يوم، ولا لكل يوم اقسم بالله، حتى لعبت كونتري ومين لعبت انا معاه، وصيرتون تفكر الديربي بتاع دوزا ذاك اللي ربحناه، وكي يهبطوا عندهم كارت جروب وما هبطوا مع بعضهم، اقسم بالله عمري ما سمعت صوت جمهورك هيك. قوة ديربي دي لعبني هذاك بتاع تيجيني في مركز الكفران، قوة ديربي هذاك والله في بورتون الاسبيرونس وقت عنده جماهير ما تحكيش معناها، اما بالجمهور كان جايب كلو يمكن امبوسيبل نربح دار هذاك، اما بالجمهور وقت دوزيام ميتون عدلنا في عد الوسام في اخر دقيقة في الميتون وبعد شديناهم بها وقت هذيك، هذيك قوة ديربي وكذا. والله قلت لك حاجة ما تخيلهاش، أقسم بالله عمري ما سمعت صوت تاع جمهور في المسلسل بالكيجية هذيك، زادت موتيفاسيون بالطبيعة اللي لعب 90 دقيقة، أنا فما دي مومون تحس في روحك تعب مع الدازة هذيك مش نورمال، يجيب ولا يجيب أقسم بالله يجيب، شفتو راح لي طوال 4-1، تشوف الناس في ستات معنا، شفتو راح المولدية 2-0 مركز صابر في الناس في 80 المركز 79 معلم، حاجة مش عادية، قلت لك والله ما نجمش نعمل شي في مول الماتش هذيك، مش فهمت. تونسي اللي لعب كيف واحد تونسي كنا نجمو نعملو ما خير وكا تفلسيف مش بيه ساعات، اوكي عادي ما عنديش العقد الذوم نتاعك، امنيتي نوصل للمنتخب وفهم تونسي، نحب تونس وديما تونس وكل شيء، اما لا قول لك شي انا بلاستي المنتخب ولا نحب نمشي المنتخب، فهمت؟ فما ظروف نجم توصلك، فما ظروف نجم ما توصلكش وكا، وعادي نجم تكون انت خير من عبيد وما وصلش لعبت، فما عبيد ما توصلين وصلوا لعبوا في المنتخب وتحب ولا تكره، ما تقوليش شكون فهمت، عادية الحكاية فهمت، ما قش ولا ما عارش فهمت عادية، احترام البرش عبيد وكا، فعبيد عملت كارير بيه، فعبيد وصلت وعملت ستاج ولا اثنين ومشيوا بيهم البرة ولا واحد مبات تسمع لي محد شيء فهمت. ما كناش موجودين نحكي وعاد، يمكن انت على الورق كنت تقول احنا باش نربحوا استراليا وكل، ما استراليا بورتون ترشحت في الاخر معناها في الملحق تاع اللي ولا هذيك ماتش باراج هكا، دونك كا وفي الاخر مش تقول الناس كل ما عطاتش بورتون، وهي عندها دي جوار يلعبوا في البريمير ليغ والدنيا فيزيك مو كناش احنا معاهم جام اللي احنا قوى واحد فينا معناها فيزيك مو تسمى علي، وك شفت الماتش هذاك مسكين معناها ما مشيتش معاه الكوره، بورتون عامل ماتش كبير كونتر فهمت، عامل ماتش كبير كونتر للدنمارك وكل فهم. والله ايفون كونتاكت سيف لي ساعات ما كنت قابله، اما سينو ما تنجمش واحد خارج من كل يومون مش ليابش قل بحق كارك العبد ولا بلاسك موجودة ولا فهم، زيدة كيكة بزيد عليه دونك كهو حاجة بالي مشيت على روحها وتعديها وكهو، كان ينجم يلعب نقوله حتى نقوله موتش الثاني كان ينجم عنده شانس بشي يلعب، إذا بشي يلعب ثلاثة في الأكس ولا حاجة عنده بلاست ويلعب، سيبتو هو ورجع من بعيد فهمت، وموتيفي يمكن أكثر من برشا ناس فهمت، دونك لازم تلقاه بطبيعة جاي من ورا الناس الكل وك شفتو لعب وكان كونفيرمي فهمت. الجمهور الكل يحب يفرض في عادي يفرض، الناس كل تعرف مش فرضوها ما جاتو فرصته
تضرب مرياح وما فهميش بريتيك ما تكون في اللاكس ما فهمه حد تعيط له هو ووقتها عمل دي ماتش بيهين ومشي بيهم بعدك قاروحوا في أبه فهمت هذيك شنو يفهم واحد كان في الكلية بقبل الفريق مقهور ولا لا وعالم هو كلعب له كتكدب يا محمد ولا كبشي الكويت ولا بيث وجو بيه عايش تبي فراس يا كذا أما والله ما نكذبش عليك كي شفت مع الفورماسيون تاع فرنسا نسخول دوزيام اكيب وماشي في لونس الناس هذيك قاعده تلعب معنا جور في فرنسا وكل فهمت براتيكمون واحد يلعب في الريال ولا زوز ولا يدخل فهمت فرانكفورت وكل بعض يقول لك لي دوزيام اكيب وسايبت انا واش سكو فرنسا اليوم جايب سايب واش تونس معنا علاش فهمت كان كنا خير منهم مشيت معانا مركينا بونت وركشنا التالي ومشيت هكا تعديت وفي انا سير هكا مستقبل الغابة والله ما نكذبش عليك خويا كنت ناوي خرجة فهمت براتيكوم معناه لسوي القاعدة ماشي وذهبت فهمت مش كيما مشيت وتعامني ولا كيما مشيت عامني ولا للسعودية كيما فهمت كيما سنة وكاب وفما عبيد زيد مش نقولوا ما نهاش مش نقول وكالة انا خاطر ما عنيش فهمت عنا اربع كعبيت في تونس دونك قولوا وسطاء هما اللي طايحونا في الكتن ما عادش يغزرونا فهمت ولا يغزروا السوق تاع مقدونيا وصربيا ودرا شنو ويمشيوا للسعوديه يصحوا 3000 4000 دولار بلوف كان التونسي كان ياخذ اكثر فهمت دونك كانوا هما اللي خليونا يصير فينا هكا فهمت دونك فما شويه كونتاكتوات في تونس ما نكذبش عليك كل ايجا وطنت فيهم وما نبعدوش على بعضنا وفما كان خير وفهمت وهاو باش نعطيك ترونش والاخرى هيك في الكونترا وحقك مضمون وانا دي شيكي بيهم ديجا فهمت شكيت بقى بس شكيت كان بيجا مره سمحت ما كهو فهمت بلاتيك مو كل عامرة وجواريت مش قادة تشت في حق والله ما قلبش عليك معناه اذا مش نلقى صوم بيه محترم معناه كيما الناس واقل من الناس وفهمت أكاو كان فهم مونتون وفهم فهمنا وامورنا مريقلة فهمت ما فهميش تحس هكا بلغتنا قدمة في الاخر ما راح بي ما فهميش عادي يعني في حملة في جامعيتي ونلعب حتى بلاش فلوس ما يقلقنيش فهمت هما اربع شهور ولا قديش معني براتيك مش مزيل في تونس مزيل 10 ماتش شوية 11 ماتش كان مش تلعبهم في حملة في جامعيتي كان مش تلعبهم في بلاصة اخرى بلاي اوت فهمت براتيك مو اي عادي ما يقلقنيش خويا وجمعيتي وعلى عيني وراسي وعخير من اللي نمشي وانا عارف روحي اللي منيش في مخلص في الاخر فهمت وزيد ستريس وبلاي اوت ودرا شنو فهمت لو كان يمكن نمشي جمعيتي وانا مرتاح وفي حومتي وفي كل شيء فهمت نعاون حتى باللي كتب فهمت ما تعرفش عليها فهمت تنجم تمشي معاي الكوره تنجم حتى بكلمه حتى ربع ساعة نص ساعة نلعبها ما يقلقنيش في العام جاي ربي يعمل فليق بس ما نكذبش عليك أمنيتي اليوم نرجع لكل يوم أما ما نعرفش كان هو ما وصلوا تحقوني وين عملت ستة شهور ولا عام آخر بيه طيب يكلموني كان أنا ما وصلتش للنيفو اللي باش نرجع نلعب بيه في الكليب فمش علاش نرجع هاني من بعيد خويا نتبع ونتفرج وكل شيء علاش نقول لك انا اليوم بلاصتي في الكلوب موجود انا مانيش من النوع هذاك فهمت كان نتبع الكلوب وديما نقعد نتبع وكاها وماني فما كلوب فما حملة حملة في حومتي وين ترمبيت فين عشت في كل شيء فهمت وفين نحب نسكن وفين كل شيء الكلوب حاجة اللي يعني قلت لك اللي وصلتك اللي فضلها كبير فهمت معني ما تنجمش تنكر وبالبيهي بالخايب رقدي مش تقعد تغذر كل يوم اقسم بالله انا ديما اللي علاش خاطر عمري ما كنت حبيت عمري ما حبيت نخرج من الكلوب فهمت معني باش توصل والله العظيم اقسم بالله ونتفكر جيني مره كونترا والله
معناها في مونطون بي وكل شيء، وما خرجتش خاطر وقتها فما 10 ماتشات هذوك تاع الكورونا اللي بعد اللي كملناه، ومعناها فهمت كي رجعنا وجيني كنت راه وقتها لازم نخرج وانا مش خالص. وقتها فما شكون مشي وانا قعدت قلت لهم عادي ونكمل بلاش فلوس ما عندي حتى مشكله، قلت تو حلها ربي تنقى كنت راه اخر يكملت كها فما شيء. ما ندمتش، ما ندمتش حاجه، مش كاتبه مش كاتبه، وين اخترت معناها مش خاطر الكلوب بلاش فلوس ولا فهمت. دونك كملتهم 10 ماتشات وكهو في الاخر الكلام اللي حبيت نقوله وصلت قبل ما نخرج للعبيد المعينه ذوكم فهمت. يمكن بطل الكوره اخويا نعمل انترفيو ونسيب نفرشهم الكل بالوكاله بالمدربين بالمسؤولين، ومانيش نحشم منها خاطر هما اللي خليوا الكوره ترجع بالتوالي. وقت شوف ديشا شهور الكلوب خليكم كيما انتوما وراكم احلى حاجه معناها وكاو في الكلوب فهمت. بليش بيكم راهي باش تمصات من الاخر فهمت، من الاخر بليش بيكم راهي ما باش تمشي وترجع بالتويد، كنتكم موجودين راهو باش تقعد شاده بلاصتها فهمت. حاب نقول له شيء كمل كيما انت ما تبدلش في مبادئك وعيش كيما تعيش فهمت، وما تحسبيش وما تخاف من حد وكهو، وما تطيح من حد، تحترم الناس والناس تحترمك وكهو فهمت. فمش واحد اليوم تنجم تكلمه وتقول له تسأله عليه تقول لك راني نكره ولا خايب ولا حاجة، الحمد لله من جيبس البيجة الكل صحيح سبوني في جيبس سبوني في بنجردين وانا ما عملت لهم شيء، اما عادي ديك الكورة نرمها وخيين فهمت، عشت معهم الباهي وفرحنا مع بعضنا وكل شيء وكاو. اليوم فما عقلية زي ما تبدأ كي تخرج من الجمعية زيد معناها باش تمشي الجمعية فرضك تخدم على روحك، زيد انا شنو نقعد بحذيك زيد كيك عمري الكل ومن بعد شنو فهمت. ولي الناس توا وليت تغزر يقول لك ليه وبيعنا ومشي للاخر، عنده كونترا ما خير خليه يمشي على روحه، زيد يقعد يلعب معك بلاش فلوس الاخر عنده صغار ولا الله اعلم يقول له بابا يشري لي سبيدري يقول له بكره ولعب في رادس ولا وين فهمت. دونك بوسيبل خويا الناس كل تختم على ربح، ديما واحد علاش يلعب باش يحسن من روحه باش يحسن وضعيته باش يحسن كل شيء فهمت. فهم جواريت عند عائلات فهم فهمت. كم الكورة اقسم بالله ترى ما عادش ندخل انا جوع حتى شيء خويا، شوفوا حاجة أخرى أعملوها وكهو، أما نكمل كورة نولي نمشي نتفرج كين ماتشوات، مش ندخل تيرا وهكا ونبدا نفل مع توش واحد أو بوسيف والله العظيم. ليه يا خويا نحب الكلوب من فوق كيفي كيف الناس، علاش باش نجي أنا باش نصلحها توا زعما الكلوب ولي انا مدير رياضي ومسؤول رياضي ودرشنية خوي نكبوش على الناس، هما ناس مختصة جي تفهمت اليوم معش فهم مختصين. اقسم بالنيل ولا وبقي عايف وكان الكوريس معنيش ستريس كورة موش بيهرة ليه مشيت شو معي في التيرام تمشي شو ما نحبيش تمشي معي انا مدر منخ اقسم بالله كملنا الكورة كهو خوي فرجوا كيفنا كيف الناس. لا يا كريتني ديجا من با نحكي، يمكن عملت مرة انترفيو في الكلوب هكاو تكلمني سامحني والله منش ما نحبش معناها نحكي لا تلفزة لا راديو ولا حتى فهمت، حتى بتليفون ما نحكي دو بريفيرونس لا تعديني لا في راديو ولا حتى شيء، شغل اللي كانت مقابلة ممتازة وما حلفنيش لا خلينا اخوي نلعبوا كورة الكورة سبلا خير في حد شيء كملنا كملت تعمل شي حاجة أخرى يا باسطو تاو وان كاكاو صار